أقام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالبحرين حفلة تشين إعلان مملكة البحرين في جمهورية مصر العربية، وتضمن إعلان مملكة البحرين خلال الحفل عددا من المبادئ تشكل ركائز التعايش كمنهج للسلام في العالم، والتي تنطلق من أسس تاريخية حول التعايش في البحرين والنهج الديني القويم، وذلك بحضور مختلف الأطياف من السفراء والدبلوماسيين والمسؤولين. ياتي اطلاق هذا الحدث الهام من القاهره نظرا لمتانه وعمق وخصوصيه العلاقات المصريه البحرينيه مما يجعلها نموذجا للعلاقات بين الاشقاء على مختلف المستويات تدشين اعلان مملكه البحرين القام على قضايا التسامح والتعايش والمحبه والعلاقات الانسانيه الجميله، طبعا هذا الاعلان تم اطلاقه من فكر وفلسفه جلاله الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكه البحرين قبل ست سنوات وانطلق من الولايات المتحده الامريكيه والعواصم الاوروبيه واليوم احنا نشوفه في المنطقه العربيه. طبعا اهداف هذه الاعلان هو تعزيز العلاقات الانسانيه بالبشر وهناك طبعا مراحل كثيره يمر فيها الاعلام من من, من اطلاق الاعلان ومن ثم الى التدرج في وضع البرامج اللي يعني المركز اليوم يشرف عليها احنا اليوم نفخر بهذا المركز مركز التعايش الى دور كبير جدا لترسيم مفاهيم جديده عربيه من خلال توجيهات جلاله الملك المعظم لدور الانسان ودور التعايش بين الشعوب التعايش بشكل مختلف التعايش بشكل سلمي وبمفاهيم اسلاميه مرتبطه بحقوق الانسان. طبعا احنا اليوم متواجدين في القاهره ما نمثل يعني انفسنا ومناصبنا ولكن احنا اليوم نمثل الشعب البحريني متواجدين في القاهره ننقل لكم رؤيه سيدي صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم. آه ننقل رؤيتها آه اللي احنا ودنا نوصلها للعالم كافة وللوطن العربي يعني خاصة آه وهي الرؤية التي تعتمد على آه التسامح والتعايش وهذه من سمات آه أطباع أهل البحرين ومعروف عن البحرين ولا هي غريبة أصلاً على أهل الخليج والعرب كاملة حفل تدشين إعلان مملكة البحرين في جمهورية مصر العربية يعني هو أمر أعتقد آه تلقائي وطبيعي خاصه وان هذا الاعلان يتحدث عن التعايش السلمي واكبر مثال عربي على ذلك هو جمهورية مصر العربيه بما فيها من تاريخ يعني وخبرات ساره في موضوع التعايش السلمي وخاصه وهي تجمع مختلف الاديان والطوائف